أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا يا مولانا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. إنك يا مولانا تعلم ولا نعلم وأنت أعلم الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ويقينا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم يا رب وفقنا للقيام والصيام. اللهم يا رب وفقنا للعبادة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيعز ويرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيذل ويشقى. اللهم يا رب يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم وألبسنا به الحلل اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. سبحانك ما أرحمك سبحانك 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 ما أجودك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منا اليسير وتجاوز عن الكثير. يا من لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معاصينا اقبل منا ما لا ينفعك وتجاوز عنا ما لا يضرك. اللهم قابلنا بما أنت أهله ولا تقابلنا بما نحن أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما.
يا رب إنك قلت وقولك الحق المبين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم بحق القرآن وعلى من نزل اشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم اقضي حوائج المحتاجين اللهم أدي ديون المدينين اللهم نفس كرب المكروبين بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين اللهم ارحم يا رب آباءنا وارحم أجدادنا وارحم مشايخنا وارحم علماءنا وارحم من وصانا واستوصانا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات نسألك يا مولانا أن تقبل أعمالنا نسألك يا ربنا أن تغفر ذنوبنا نسألك يا مولانا أن تستر عيوبنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يرفع اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع يا ربي يا ربي يا ربي نعوذ بك من صلاة لا ترفع اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل تلاوتنا واجعل خير أيامنا آخرها وخير زماننا وأسعدها يوم لقائك يا ذا الجلال والإكرام